أهلا وسهلا بجميع أوفياء القناة، أهلا وسهلا بكم في فلوج جديد. اليوم عاود ناخدكم إن شاء الله إلى مدينة مغساي الجميلة، وغادي نشوفوا إن شاء الله واحد المعلمة تاريخية من معالم مدينة مارسيليا، وهي كنيسة نوتردام دو كارت. نوتردام دو كارت هي من الكنائس المشهورة عالميا، وهي توجد في أعلى قمة في مدينة مغساي، ومن خلالها كنطلع على مدينة مغساي كلها، جميع دوائر مدينة مغساي ممكن أن تراها من خلال بوابة نوتردام دو كارت. أتمنى لكم فرجة ممتعة.